بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، نتعلم النهاردة في الدرس ده إن شاء الله إزاي ناخد من جوجل إيرث ونضع الكروكيات على من آسف من السيفل 3D، ونضع الكروكيات على الجوجل إيرث. في البداية نضغط على جنرال، ومن جنرال نضغط على تولز سبيس، ومن تولز سبيس نضغط على سيتنج، ومن سيتنج هنا زون 38 اضغط رايت كليك واقول له ايديت دروينج سيتنج. هنا في البداية بضغط هنا وعلى على الخيارات الاولى ديت بسيبها على الديفولت، والتانية دي بسيبها على الديفولت، وهنا بغير الميتر لو كان بالفيت، وهنا بخليها بالديجري. طب هنا بضغط واخد المؤشر الاخير، وبعد كده باخد يو تي ام دبليو جي اس كام 84، ده نظام الاحداثيات بتاعنا. ومن هنا بختار الزون اللي هو زون 38 نورس. ده بس الاعدادات اللي احنا بنعملها عشان نظبط اعدادات اللوحه بتاعتنا. اضغط على اوكي، ومن هنا اضغط على اوتبوت، ومن اوتبوت بضغط على ببلش تو جوجل ايرث. هنا هختار زون 38 سي، واخد نفس الاسم ده واقول له كوبي، هنا بيست، هنا بيست، واضغط على نيكست، ومن نيكست هقول له بابلش كمان معايا الايه التكست، يبقى التكست والانتيتيز، وبعد كده اقول له نيكست، دي اخليها في الديفولت واقول له نيكست، وهنا اقول له دروب انتيتيز اون جراوند، وبعد كده اقول له نيكست، وبعد كده اختار الملف اللي انا هحفظ فيه الزون بتاعي، وبعد كده اقول له سيف، وبعد كده اقول له يس، وبعد كده اقول له بابلش. لما اقول له بابلش هو كده حوله للجوجل ايرث. هقول له فيو، هيوريني الجوجل ايرث وعليها المشروع بتاعنا اللي احنا حولناه بالاحداثيات. هقول له هنا كلوز، واضح انه رسم زي ما احنا زون 38 زي ما احنا رسمناه بالظبط بالاستشانات بتاعته، بالكباري، بالكامل كروسنج، بكل حاجه وكل حاجه. يبقى كده اي حاجه معلومه الاحداثيات ومعلوم الزون بتاعها نقدر نرسمها على الجوجل ايرث. وجزاكم الله خيرا.